رجعنا لكم مكملين معكم طبعا الجزء الثالث والاخير من حلقتنا اليوم السبت للويكاند. خلينا اول حاجه نمشيو نعملوا طلع لنزار النيفر الشمشي يعمل في تي ديسكاونت زعما شنو عندهم جديد نكتشفوا مع بعضنا من خلال التقرير هذا. عسلامة مدام، نجم نعاونك؟ عافية. عشو تلوج؟ ميني بيرسوز. الميني بيرسوز موجودة عندنا احنا مع باك كامل تو سكي بريكولاج تلقاوه في تي ديسكاونت الشرقية ولا تي ديسكاونت بوتين. تحبوا تعرفوا حكاية الباك اقعدوا معنا، هاني ماشيين مع عادلة. استقبلوا بعضنا عادلة. مرحبا بك عادلة. عسلامة، مرحبا نزار. اليوم باش نحكيو بريكولاج. اكزاكتومون. شو باش نحكيو بريكولاج؟ اليوم باش نحكيو على البريكولاج، عن ما شاء الله لارج شوا. اي. دونك نسميو لي مارك، عندنا ماكيتا، عندنا ديوالت. ماكيتا فور اكزامبل. اكزاكتومون، عندنا ديوالت، عندنا الاسام، عندنا تولسون، عندنا ما شاء الله معناتها لارج شوا في لي مارك لي غوند مارك، وعندنا لارج شوا زاد في شنو اخر؟ مثلا نلقاو ميت تورنيفيس. عندنا لي تورنيفيس، عندنا لي سيزو، عندنا عندنا لي بيستولي دو اشالور كيما هذا بيستولي اشالور. اكزاكتومون اشالور. زيد الترحيب يا سكينه قلت عليها بك. اي وي توا مادام عيد الكبير قرب دونك عندنا توغي. توغي هذه نمضيو بها سكاكن دونك تساعدنا برشا معناتها في الدار باش نمضيو سكاكن والكل. عندنا زاد كيف كيف البومب هذيك نجمو نفخو بها لي بنو، نجمو نفخو بها سكاكن شومغير للبحر زاد العلوش. العلوش اكزاكتومون. وعندنا زاد ملتي متر في يدك هذا. اكزاكتومون ملتي متر. اللي هو شنو؟ هذا نقيسو به الفولتاج، لومبيراج، كيف كيف زاد الترمومتر، كاسنا سخانه. عندنا زاد. المانومتر هذا. اكزاكتومون. المانومتر هذا تعرفوا اللي يكون ماشيين البحر ولي فاكونس، تقعدوا تعديوا لي كيوسك يشدوا برشا صف. هذا ينفخوا، مش ينفخوا العجل، يشوفوا لا بريسيون تاع العجل من غير ما يقعدوا يتعداوا لي كيوسك. اكزاكتومون. اكزاكتومون. شنو اخر عندنا زاد؟ هذا كل ان لارج شوا، هذا شوية من برشا أفريات تلقاهم في تي ديسكاونت، نشجعوكم باش تجيو لأن تي ديسكاونت الشرقية ولا تزوروا الموقع تي ديسكاونت بوانت ان باش تلقاو اللارج شوا الموجود هوني. هذا يكون علاش خاطر تي ديسكاونت أحسن سوق في تونس وتي ديسكاونت مليك. بالنسبه للتي ديسكاونت الناس اللي تسال عليها، وين تي ديسكاونت موجوده في الشرقيه اللي هو اكبر شوروم موجود في كي تونس. تلقاو فيه كل ما يهم الدار والعائله من الالكتروميناجير وغيره وغيره وغيره، دونك باجود الماركات واحسن الاسعار. طبعا ادخلوا على الباج فيسبوك انستغرام والا لو سيت ويب باش تعرفوا اش عندهم جديد، اش عندهم بروموات، واش عندهم دي برودوي موجودين طبعا على عين المكان. احنا نتعداو ديريكتومون مع ضيفتنا، كنت قدمتها تقديم، ديما نحسوا تقديم ماهوش كافي على بالحق على البريستاسيون اللي عملتها سورتو رمضان السنه، زوز ادوار مختلفين تماما. ميساء ساسي اللي هي فنانه بالفطره مسرحيه بالاساس، خريجه المعهد العالي للفن المسرحي منذ 2015، ومن وقتها وانت ديجا بنت المسرح، تقدم في عروض مسرحيه مشاركه عبر شاشه التلفزيون الشاشه الفضيه من خلال مسلسل فلاش باك اللي تعرض على قناه التاسعه ولقى نجاح جماهيري كبير. سني وين ميساسي للجماهير العريضه نقولوا احنا لرواد التلفزه، تعرفت في زوز ادوار مختلفين تماما، مثلت دور في سلسله البلاصه على التاسعه وكيف كيف في مسلسل حرقه. شكون ما يعرفش ميساسي وما تعرفش على الغول اللي بالحق كان من احلى، ومن هو على قد ما هو بسيط الدور وعلى قد ما كان فيه برشا عمق برشا بحث بوكو دو ريشيرش، حتى في لاباريسيون حتى في الكلام لو ديالكت بالحق ابدعت. انا فما سيتاسيون ديما نقولها، أتقنتي فأبدعتي فأقنعتي بالحق من خلال أنا فان، يعني كي تفرجت في حرقة اثنين بالحق قديش عجبتني، عجبتني البيرسوناليتي خاطر فما توش سبيسيال متاعك فيه الغول هذا، مش كأداء تؤدي فقط. اي هو الساعة زوز ادوار الحاجة الباهية، سنين لي دو غول ديفيرون، معناها كل شخصية في موندو
السلسله مش كيما الدراما، معناتها السياق اللعب بيختلف. حيات بالنسبه باش نبدا بالحرقه على خاطر التورناج تاع الحرقه سبق البلاس، خاطر البلاس ما كانش ديجا تقرر في مده زمنيه، يعني البلاس ما كانش في البروغرام، لكن شخصيه حيات قريتها، قعدت مع المخرج سيلاس عبد الوسليتي نحييه، حكينا في تفاصيلها، حكينا في الفضاء اللي تعيش فيه الشخصيه. هو دور كومبوزي برشا، يظهر دور ساهل، يظهر في البساطه على طبيعته في البساطه، لكن هو دور كومبوزي على خاطر ياسر يعتمد على الاكسبرسيون، مش برشا كلام لكن برشا بادي لانجوج، برشا تعابير بالوجه، دونك يظهر لي دور صعيب اتقال. اي نوعيه الادوار هذه ينجم يعمل كان مسرحي في الاخر. نوعيه الادوار هذه زعما برشا شد، راهو يلزمك قد ما تشد قد ما تخلي المتفرج يحاول باش يغطس معاك، لانه حياه لهنا ما تنجم ما عطاتش كل شيء هي، اما خليت المتفرج يبني معاها الشيء اللي ما ريناهش. خاطر هي كي تراها كي تشوفها في الباركور نتاع المسلسل ما ظهرتش في كل حلقه، ولكن كل حلقه تظهر كل اباريسيون عملتها كان وفيها وراءها تسلسل من الاحداث. فما زاد فما لعبت على كيما نقولوا دي كومبوزيسيون تاع كلمات او جمل، ممكن عماد الدين الحكيم هو اللي لعب لك مثلا كيما سيتاسيون اللي عندنا ورانا في الاكرون، كيما كلمه حتى من الزبله مسختوها، يعني لعبت هنا على وتر جد حساس. نحب نرجع لك انا للحرقه، بما انك اغلبيه المشاهد ممكن زوج مشاهد برك خرجتوا صورتهم خارج المصب نتاع برج شكير، كيفاش ريزيستيت في البلاصه هذيك اللي انا زرتها شخصيا يعني سنوات التالي في برنامج في دارة الضوء، كنت نتفرج فيها سلوى بصيص نحييها، يعني ما نجمش نعدي فيه انا اكثر من ساعتين، ديجا الريحه تضرب قبل 5 كيلومتر قبل ما تطلع، قبل 5 كيلومتر يقول انت مزهروني، تبدا تظهر فيك ريحه المصب اللي هي انسوبورتابل. هي انسوبورتابل النهار الاول لابسين لي بافيت، وقتها فيو فما كورونا مازال لابسين لي بافيت، ومن بعد اي قلنا الناس الكل تنحي لي بافيت نتاعها، مانيش خير منهم خاطر هما فما عبيد غادي تخدم وعايشه سنوات تخدم في الخدمه هذه اللي هي مهنه موجوده العبيد تعيش منها. الفضاء يعطيك انسبيراسيون اخرى، قد ما تخيلت اللي قد ما تخيلت لكن كي شفت اكتشفت منذ اخر معناه. ما كنتش تخيل فما عباد تعيش في تونس هكا. هو سيلاس عبد الوسليتي خاطر مشى سبق وشاف شاف معناه قليه راهو فما برشا معناتها زبله، راهو فما عباد بالبربيشه راهو موجوده الفئه. تسمع بهم كنت ولا؟ اللي نعرف كان اللي نشوفوه اللي في الاحياء نتاعنا يلموا في الدباب الزين نحييهم ونقول لهم برافو، اللي هي مهنه ياسر شريفه معناها تربي في عائلات وتكبر في صغار وامهات تقوم الصباح تشقى بالحلال. انا نحيي العباد اللي تخدم بالحلال كيما الطفل اللي مثل دور ابنك في المسلسل، فما صغيرات في عمره هو وبربيشه مالوغوزمون في المصب هذاك، اي خاطر الظروف قاسيه للبو ولا الام ما عندوش انه يخلي صغيره يتلزي يهزوا معاه، باش يهزوا معاه باش يولي يستانس بلوعية الفضاء هذايا، يولي يخدم مع بوه، ماك تعرف الصغير ديما يتبع الوالدين معناها التصويره الاولى. شخصية حياة قلت اللي هي فيها نوع مني انا، مش نوع بديت مني انا معناها، حطيت روحي لو كنت بلاصة المرأة هذيا الأم هذي في البلاصة هذيك اللي عندها الصغير هذيك، شنو تنجم تعمل ميسا باش تضيف البيرسوناج هذي، فهمت؟ معناها أنت المامون اللي فيك الأم اللي فيك عاونتك برشا في تركيب الشخصية. عاونت أي بديت من روحي ساعة ما حبيتش نركبها، خاطر نوعية شخصيتي ما تنجمش تركب عليهم حاجة، لازمك خاطر تنجم تزيدها أنت حاجة في حصير يضيع لك يعطيك الصحة، ما تحاولش برشا برشا ما تحاولش تمهمش ليماج نتاعها، خاطر سفيرة وعطيتها دوزة أكثر منها باش تطيح في المبالغة باش تطيح في السورجو، خليها ديما في الفينة، راهم عندهم فينة نوعية الشخصيات هذه، راهم فما فينة اخرى خياطه اخرى، فما اليغونس عند العبيد هذيا اللي ما تلقى بالحق معناها، مش تصوير البلاصه نتاع المصب خاطر هي ترى القبح في الظاهر، ولكن في الباطن فما اليغونس وهذه اللي موجوده في شخصيه حياه. زاد يعطيو حياه للبلاصه هذيك، حياه اكيد زبله، اما في الاخر هما يعطيو اعطاو حياه، عاطينو حياه على خاطر هما خلقوا منه عيشه ليهم هما. اي نحب نسالك انا قديش لونفيرونمون هذيك صحيح كان صعيب، لكن قديش عاونك؟ انا نتصور كان صورت في ديكور مصنوع نقولوا احنا الظروف تكون قاسيه وما تجمش بامكانيات اخرى يجموا يعملوا ان ديكور باغي يشبه شويه، نتصور ما كانش الاحساس يطلع كيما طلع في وسط المصب. لا
احنا اللمه اللي تلمينا غادي داير نحييهم الممثلين الكل معناها يعني اميمه متيمه مدام وجيهه الجندوبي لا غراند وجيهه الجندوبي ايمن السليتي نجي القنواتي دونك سي حمزه داود والوليد يوسف القبلاوي انطلقنا فيك عائله احنا دو خريجين معهد براتيكمون كلنا نعرفوا بعضنا من قبل دونك حتى اميمه خدمت مع شكون قبل دونك دخلنا في اللعبه من في الكواليس تبنيناه الفضاء بالحق تبنيناه ولينا نعيشوا فيه نشربوا القهاوي نقعدوا ناكلوا الساندويتشات شنو اللي تبدل فيك بعد الدور بتاع الدور هذايا نوعيه الشخصيه اللي تخليك تقول اللي الحياه هذه مش مضمونه راهو العباد اللي تبربش راهي فما شكون عنده شهاده أما اللي متخرج ويلوج على خدمة حتى مش كان على المستوى الشخصي أو العاطفي أو الفني على المستوى المهني عليت البار عليك شوية حسيتها هو الحقيقة أنا وقت التورناج كنت خايفة على خاطر داخلة على جزء ثاني والجزء الأول فما دي بيرسوناج تخي بيان انستالي شخصية فما دي بيرسوناج ديجا انستالي من البارتي الأولى داخلين في جزء ثاني في أكس جديد حلو سيلا سعد في دي بيرسوناج جدد في وسط أكس كيمان هكا اللي يزمو يفك دونك كان فما شويه مسؤوليه وخوف دونك امنت حاولت نامن بها الشخصيه وحاولت نوصل نحكي على لسان هالفئه هذيا اللي بالحق معناها تحس ناقصين معناها لفت انتباه ما هم الدوله مازلت ما حكيتش عليهم انا نتصور انه لفت الانتباه صار يعني وتشاف والناس الكل حكيت عليه حتى يعني خارج حدود الوطن مسلسل يجلب الانتباه القضية إنسانية صحيح. اجتماعية في تونس كيما عمل الحرقة خاطر احنا راهو غيالمون الناس هذوما نشوفوهم كلها صحيح ما تراهش في المصب كبير نتاع اما راهو كي تركب في كرهبتك وتشد الكيس يتعداو أربعة خمسة ستة مالوغوزمون ولينا نطبعوا ولا كي تتعدى عندك أنت حاجة نورمال ولينا نطبعوا مع هذا التلمون نشوفوا فيه وهذيك طبيعه الانسان كي رينا المصب الكبير والدنيا هذيك كل وقت حمل لنا الشوك عمل لنا الرجل خاطر هذاك هو نوعي هذاك الدور الفن راهو وهذيك الصدمه هذيك هي انت وين تقول لي دور الفن انا نقول لك اسكو انت رايك دور الفن انه يلزم يكون رساله ويلزم ينمي الاوطان ويلزم يرتقي بالمجتمعات والا كما يقولوا عده مسرحيين وعده زملاء وناس تخدم في الدومين يقول لك الفن مش لازم يكون عنده رساله الفن يكفيه ان يكون ترفيه ويكفيه انه يكون فن في حد ذاته ان نعمل لك فن باش نرفهك هذا هو منبع الفن منين نخرج شوف الفن يخليك فما الجانب الترفيهي وفما الجانب التعليمي التفكيري لازمك تفكر زيد ما حتى انت كي تتفرج في حاجه في التراجيديا كيما الحرقه لكن تتبنن في الفرجه علاش الترفيه وين يكمن الترفيه في التفكير تولي تفكر في التفاعل على خاطر توا التونسي المواطن التونسي خرج من منطق الاستهلاك ما عادش يحب يستهلك يحب يفكر يحب يتفرج اليوم التونسي يحب يتفرج بالحق يتمتع بالفرجه يتمتع اليوم مسلسل حرقه اول مره راهي الصحافه الاوروبيه الصحافه الايطاليه كتبت تحكي وتكتب على مسلسل حرقة متخيلهم عاملين ما كتبوش برشا ممكن سنين خاطر ركزوا أكثر على الحبس في إيطاليا كذا قضية كاملة يعني هذه قضية كاملة تحيرت وقضية كاملة تكتبت عليها وحلت برشا عينين خاطر فما برشا تجاوزات في إيطاليا على الناس اللي هاجروا بطرق غير شرعية لهنا حبيت نسكروا باب الحرقة معاك ونمشيوا الباب آخر عمل آخر أوتوماتيكمون هل انتظرت النجاح الباهر لشخصيتك في المسلسل هل توقعت انه حتى الكلمات اللي تعملهم حتى اللي زاكت الصغار اللي تعملهم الوقفات اللي تعملهم في اداء دورك انهم باش يضربوا للدرجه هذه وتقعد في الميموار والسيتاسيون يهبطوا ما تخكاش في فيسبوك البريود هذيك الحقيقه لا ما كنتش متوقعه النجاح الحمد لله يا ربي كنت انا قلت لك خايفه مسؤوليه حاولت للماكسيموم اني نعطي للشخصيه روحها فهمت نعطيها جانب مني ومن برشا امهات موجودين في تونس تصوير المراه الحقيقيه التونسيه اللي تجاهد اللي تنهض اللي تفيق الصباح حاولت نوصل لك الوجيعة لكن النجاح الحمد لله يا ربي حرقه خذيت عليه ثلاثه جوائز انا السنه الحمد لله في امان دونك
بالحق. وهذا راهو زاد عطاني مسؤوليه كبيره للشيء اللي جاي القدام، ان شاء الله الاستمراريه تكون بنفس الجوده، راهو مش بالكثره لكن جوده الاعمال اللي كيما نحكي. مش نحكيوا انت ديجا على الكثره باش نمشي بها، لا باش نمشي بها النجاح من نوع اخر اللي هو النجاح في البلاص اللي احنا شفنا نجاحك في دور ثانوي لكن دور عملاق بارابور الاكتينغ، وانا نتصور انه النجاح هذا هو تضافر خدمتك انت كممثله، خدمه السيناريست عماد الدايمي، وخدمه لسعد الوسليتي، كيف في البلاص كان تضافر جهود زاده باش يخرج هالغول هذا. الغول هو في الدنيا ما تحبهاش، اما كي تتفرج فيها ما تجمش ما تتفرج تبدل وما تتفرج فيها. هو احنا في الدنيا نقولوا اون دوا ليفيتي هذوما لي توكسيك، وفي التلفزه ليه تقعد وتتفرج وتضحك وتشيخ عليها. هالكومبوزيسيون اللي خلق الكومبوزيسيون دايوغ في شبكه العلاقات الكل ببعضهم، اللي هو ساعه نحييه زيد على الكاست وعلى اللمه الحلوه، دونك اختار كل واحد فيها بالتراه، انت ارى كل واحد فينا عنده هبل. البرانت نتاعو في الكاستينغ زيد قوتو، انا نقول قوتو كمخرج صحيحه ارتيستو في مود وعنده امبرانت اخرى بعيده على رياليزاتور الاخرين، اما قوت زيد في الكاستينغ عنده عين تعرف تجيب شكون في البلاد. يمكن كان حد اخر يقول لك لا ما زيد يعرف يحط الممثلين في بلايصها. لا كومبوزيسيون مع جهاد الشيري زاده الكوبل الكوبل هو اللي بعيد ياسر على بعضه اكزاكتومون، اللي خلق الضحكه معناها في السيت كوم. كي ترى انت جهاد وتراني انا ودو مون ديفيرون، واحده تعمل في الكاراتيه والاخرى فنان ارتيستو، ام اللي هو معناتها ارتيستو بالحق اوكي معناتها ماهوش ارتيست، فهمت هيك الكونفلي هذاك هو اللي خلق الضحكة. منين ماهي شخصية كوميدية راهي ما تضحكش، السيريو نتاعها هو اللي السيريو والسيتياسيون اللي تضحك. قلنا هي شخصية توكسيك سيريوز اللي سيريوز وسيفير وايفيتي وهذوكم الكل، فهمت دونك العلاقة اللي ما بيني وبين رجلها هي اللي خلق اللي هو اللي خلق الضحكة، كيما البينومات الزوز ناجح ولمجد، كيما نبيل المسمية وأميرة درويش لي سيتواسيون، كيما المامي زيد مدام ريم زريبي اللي ابدعت زيد في الكومبوزيسيون نتاع المامي اللي عندها الايزايمر والكل. دونك زيد خذا سوسيتي في وسط بلاس، خاطر البلاس هو سوسيتي في حقيقه الامر، في برشا مجتمع مصغر حب يخلق الضحكه والزمار بطريقه اخرى، ابروش ايكول جديده تونسي كيما خدم الحجمة نفس التمشي، نفس التمشي هو ستيل هذه تقول لي كل فرونسيز شويه الفرنسيز معروفين شويه زيدا، اما قبل يظهر لي كل فرونسيز احنا لتو نتفرجوا في لي سيغي اللي في برتمان فيهم لي فامي عندها يمكن كان سيغي ومكمله، عنده دي ريفيرونس يخدم عليهم، راه مش من فراغ سيد راهو يخدم ميم لي في ديريكسيون داكتور من في كل شيء، عنده زاد التياتراليتي راهو يحب المسرح من يتبع المسرح الكاستينغ نتاعو دايما يتبع برشا مسرح زيد، دونك كي ترى التياتراليتي في الجو زيد فما راهو شويه مانيل فيها التياتراليتي، ما مش زيد في السور جو تمشي وتجي ساعات اون تكنيسيان فوالا نتعداو اش قولك نتعداو زيد كيف العمل الاخر ما شاء الله انت باركور لازم ثلاث حلقات نحكيو عليه ما شاء الله نحكيو على جديد عندك ان شاء الله مسرحيه وعندك زاد كيف فيلم سفاح نابل مع احمد لندلسي اللي ان شاء الله بيانتو ان شاء الله يرى النور قريبا مع كريم برحومه، هذا اول ما يخرج اكيد ترجع بحذانا ميسا. نحكيو على دورك في العمل هذا، العمل سمعنا عليه برشا تكتب عليه برشا قبل ما يخرج، انتظرناه اكثر من لازم، هل انت بما انك كنت مشاركه فيه هل يستحق كل هذا الانتظار؟ اكيد على خاطر شخصيه سفاح رجت التوانسه في ايبوك معينه معروفه الحكايه تشور ان سيري اللي قتل الوقت الثقافه والموروث الكابون معناتها دونك تعرفت الحكايه في الكابون والكل ورجت التوانسه وفجعت العبيد ودخلت هلع كبير وخوف كبير. اول تيغون سيغي عندك في تونس ما نعرفوش حاجه طبقوا عليه حكم الاعدام. اي الوحيد. سوف كو كريم بالرحومه خذا لو بيرسوناج مي طرحوا في كوتي بسيشيك كومبوزيسيون بسيشيك عند نوعيه لي بيرسوناج هذوما. دورك فيكسيون نحكي على خدم السفاح فهمت اللي هو احمد لندلسي اللي هو خدم السفاح
اللي دايرين بيه زاد كيف كيف خذا لي بيرسوناج مي حب يختص في الموند النفسي نتاعهم في العالم النفسي على خاطر نوعيه العبيد هذوما نوعيه لي بيرسوناج عندهم تركيبه نفسيه مختلفه فما بروفوندور كبيره في العمل فما برشا غوشيخ زاد كيف خدمت فيه صعيب ويتعب دورك فيه يتعب زادا اي انا خدمت الام نتاع السفاح وهي صغيره وهي كبيره دونك لعبتوا على الحيز الزمني يعني يعطيك الصحه يعني خدمت دو زاكس نتاع مر في وسط في وسط الفيلم دونك خدمت دي سيكونس وهي صغيره ودي سيكونس وهي كبيره دونك بالمكياج نحييها زين بعيش وامال وشتتي على الفيسمون اللي صار دونك بوزالي ديكوفرير هذايا الكل من بعد دونك صعيب معناها صعيب سو جونغ نتاع لي بيرسوناج هذوما صعاب معناتها لازمك تفهم علاش وصل عمل لك هكا وهذا هو اللي حب يوصلوا معناتها كريم برحومه في الفيلم نتاعو على كريم برحومه في حد ذاته هل يخليك تتفرج من بعد في لي سيكونس اللي تصوروا الا من نوع المخرجين اللي حتى في المونتاج ليه ما تشوف انا ما نحبش مش انت ما تحبش انا ليه ما نحبش نتفرج في روحي انا السنه في رمضان نتفرج بالسرقه ابا ما عشتش ما قعدتش بعين الناقد بعين الناقد الناقد مش الاعجاب ما تعجب ديما خاطر الممثل ديما يقول قلنا نجم نعمل يا علاش ما زدتش هكا يا كرني عملت هكا وهذيك تعبني انا راني تعبني دونك ما تخلينيش نقدم راه ما نحبش نتفرج نحب من بعد كي يخرج في ليسال ولا ان شاء الله حاضر هو الفيلم هو نورمون في البوست برود تويكا حسب ما وصلتني المعلومات الاخرى هو في البوست برود ان شاء الله ان شاء الله بقدرة ربي يوفى السيف وبقدرة ربي ثم مشاركه في مهرجانات اخر حاجه نكملوا بها معاك المسرحيه عايشه 13 اللي شاركك فيها مهذب برميلي البطوله تحكينا عليها شويه ونشوفوا هو ديجا تعرضت نهار الخميس المسرحيه عايشه 13 هذا بركه اي مجموعه من الممثلين من خريجي من احسن ما عندنا من خريجي المعهد العالي للفن المسرحي تونس والكيف دونك عندنا الاستاذه فوزيه بدر أصالة النجار محمد البوزيد محمد شعبان هاجر حمودة ونور القروي بالطبيعة زميلي مهذب برميلي دونك هذه مسرحية خدمناها في إطار لابوراتوار قاعدة عام ريبيتيشن عام كامل وحنا ريبيتيو عليها في منطقة الريشيرش والمختبر دونك نجربوا لي زامبرو اكسيتيرا دونك نخدموا على المساحة النفسية نخدموا على أزمة المرأة علاقتها بالراجل صراع المؤسسة الإدارة بالمؤسسة بالمرض النفسي صراع السيكياتري ديما فما البعد النفسيني أو البعد البسيكولوجيك في الأعمال اللي تقدمها أنت تحبهم ليه تحسك يعني عندك ميول خاصة البروفوندور وما تحبش تخدم ديما نخدم دي بيرسوناج منها وكذا معناتها كي ترى التصويرة هذه مع بعد نخدم إرهابية راني من بعد هذايا بسيكولوج ومن بعد عندي باساج آخر دو بيرسوناج في نفس المسرحية في المسرح عندنا المراوحه دوبل جو في المسرح عندنا المراوحه عندهاش عروض المسرحيه وقتاش احنا انطلقنا ديجا في مجموعه من العروض مازلت في مرحله التوزيع مازلت في الولاده نتاعها مازلت كيما نقولوا البيبي قاعد يكبر بشويه بشويه اكيد عندنا عروض في مهرجانات في تونس وخارج تونس عندك دي دات تاعتهم ولا لي دات ما عنديش الحقيقه مي نحاول على انستغرام وعلى فيسبوك وعلى انستغرام نحاول نهبط ماذا بيا الجمهور التونسي بربي اجوا تفرجوا في المسرح راهو عندكم تكتشفوا راهو صحيح الشاشه محلاها وصحيح الركشه في الدار والتلفزه واللمه عنده الشاغم انت تعرف عنده راهو شاغم راهو تقوم تبدل تلبس حويجك تبرفن حفله هو راهو كان قبل من هو بكري قبل يعني كوستوميك خلطتك هذيك كانوا الناس يعني تمشي تسهر نقول لك عندي سهريه في المسرح عندي للمسرح المرسح يقولوا له انت مع فرقة بن عييد مدينة تونس فرقة مدينة تونس وعلي بن عييد معناتها كان يعمل مسرحيات وكل دوغ هذيك نتاع التياتر دونك نحاولوا ماذا بيا كان ترجع ليبوك هذيك العباد تدخل في النوسيون نتعدى نمشي نتفرج في المسرح نشوف راهو عندنا ممثلين على اللوحة حاجة ما شاء الله حاجة ما شاء الله سؤال نختموا به معاك ميسا هنا يشاركك في المسرحية مهذب برميلي الفنان القدير اللي بالحق نحترموه ونقدروه وبالحق قد ما نتفرجوا في أعمال وديما نكتشفوا مهذب آخر في حرقة مانيتشي فما صارت جو ما بيناتكم في الحرقة مانيتشي يكون فما جو
اكيد اي تمنيت على غالب كل واحد اكس بعيد على الاخر حطونا في دوزاكس بعاد ما ماذا بيا لو كان نجرب مع السينما ولا التلفزه هذا بلي انه في المسرح زي دارا و قام اخرى مهذب معناها يتلون يتحول لا موحش معناها سورسين معناها عنده انرجي شبيبه معناتها اللي تراوها في التلفزه راهو في المسرح فوا مين ولا فوا ما شاء اكثر الله. من ربي يوفقه وربي يوفقك انت ميسه سيسي ان شاء الله مزيد من الاعمال الناجحه ان شاء الله كيف كيف مثلت في غاريبلدي تعدينا عليها ان شاء الله تو كي ترجع بعدين ما قلت لكم ما شاء الله تلمون لو ريبيرتوار الي تري جينيرو وما شاء الله حافل برشا دونك ما نجموش نوفيوك الوقت اللازم وحقك اليوم ممثله اثبتت وجودها طبعت خليت لومبرانت نتاعك عليت على روحك الباره لما حاله ننتظروك في اعمال اقوى في اداء ما اقوى وفي اعمال ان شاء الله ناجحه كالعاده مرحبا بك في كل وقت ميسا مزيد من النجاح والتالق يا ربي ان شاء الله نكونوا احنا اعطيناك الوقت اللازم خليناك تستنى شويه لا محاله سيلي ميرسي يعطيك صحه على قبول الدعوه مشكوره خلينا نمشي واحنا ديريكتومون للشيف فتحيه عندها اخر اتاب قبل الفينيش تفضل شيف مرسي بوكو البنات انا بالطبيعه عجينتي حضرت كما تشوفوا فيها عجينه متناسقه ورطبه انا عندي ديما شويه زيت باش نحرك به العجينه نتاعي ديما نلفها في فيلم ذوما الترونسبارون باش يبداو شيء ما يشيحوش ويقعدوا فريمون عجينه متناسقه ومزيانه نجي نقسمها في اثنين كل عجينه نقسمها في اثنين ونجي نعملها فتله كما تشوفوا فيها هكا الوغ بطريقه سهله هذه الاولى نجي اللي بالكاكاو نبرمها كيف كيف ونجي نلهوثها على بعضها رغم اللي هي فيها شويه معناها اني با مانيابل ياسر جست زيتوا صوابعكم شويه وتهزوها وتحطوها في وسط الطبق نقدوا الثانيه فيسه فيسه كوشه سخونه 180 درجه يقعدوا يتيبوا بعد لا يتيبوا تو ينفجوا بالطبيعه خاطر فيهم الخميره نجي ونقصهم براج كيما البولو ونحطهم يتبشمتوا في كوشه سخنتها 100 درجه وقت نحط الكوشه سخانه 100 درجه وقتها نخليهم ساعه يشيحوا باش يوليو كروستيون ويتقرمشوا هذوما باش يمشيو للكوشه ومن بعد نرجعوا مع بعضنا نشوفوا البولو كيفاش حضر ونشوفوا طاولتنا كيفاش حضرت ميرسي بوكو شيفة حياتك صح احنا خلينا نمشيو ديريكتومون لفقرة الجمال الطبيعي برعاية بيموغ الطبيعي وصلنا كالعادة لفقرة الجمال الطبيعي برعاية بيموغ الطبيعي وبحضور مدام منيا غزيل صاحبة شركة بيموغ الطبيعي وسيدة الأعمال مرحبا بك منيا مرحبا بك صفا صحة بخير مرحبا بالمشاهدين والمشاهدات الكل الحمد لله يا ربي لبيس. الحمد لله يا ربي دونك خلينا أول حاجة ديما نذكروا بها أنه بيموغ الطبيعي موجود في دوز أدغيس موجود في النقطة الأولى اللي هي في المنزه 5 نهج الخلفاء الراشدين وطبعا موجودة في سوسة موجودة في سوسة سهلول دونك نهج ياسر عرفات إقامة ملكة بروميير إيتاج تلقاو معاها كاهنة أونيفير بيوتي الكل ما هي حجامة العلاج بالإبرة الصينية دودة العلق والمكياج بيرمانون سيلاسيل والحوايج ميكرو بليدينغ والحاجات المزيانة الكل نذكروا من توا برقم كاهنة اللي هو 99 تلقاه معنا اسفل الشاشه 99 465 466 للناس تحب تاخذ دي رونديفو باش تعمل الكور امان 600 زاد كيف كيف اللي بالباتش تركب لكم كاهنه والا راهي كل نهار اثنين باش تكون موجوده في تونس في اللوكال نتاع المنزه 5 او كل الناس اللي يحبوا ياخذوا دي رونديفو يعملوا ليكور نتاعهم نتاع الفيزاج والا امان 600 للتضعيف موجوده سور بلاس في المنزه 5 في نهج الخلفاء الراشدين نقطه بيع بموج في المنزه 5 احنا منيا ناخذوا اتصال طول ناخذوا اتصال طول مرحبا عسلامة عسلامة مرحبا يا للا شكون معانا؟ عايش مدام رفيعة من ريانا مرحبا بك يا للا قل لي يا للا شنو استعملت من بيموغ الطبيعي وكيفاش كانت تجربتك مع المنتوجات؟ استعملت نتاع لي فاغيس اي نتاع لي فاغيس معناها ساعدني برشا برشا من الجمعة الأولانية الحمد لله الحمد لله معناها تقي من نقصك الرزن وليت نمشي بالكدا الحمد لله يا ربي واستعملت نتاع شعري شعر المترشق شو دو شوفو؟ لا شعري كان مترشق برشا مقصف اي تقصف الشعر اي اي بدا مشى معايا بالكدا بالكدا برشا 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 صحة وفرحة واستعملت الصيغة نتاع الشعر زاد تحفون برشا 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 زاد الصيغة
هاي. الحق الله يبارك لها مدام منيا. يعيشك يا لاله. المنتوجات نتاعها تحفونين برشا برشا كما هي تحفونه برشا. صحة وفرحة يا لاله وان شاء الله بالشفاء ليك وواظب سيغتو على برودوي الفاريس اللي باش يرتحك نهائيا ويعملك سولاجمون ايميديا كما قالت من الجمعة الأولى لقات نتيجة تفرهدت بالكدا رجعت تمشي بأريحية دونك المدام استعملت كيلكو برودوي نبداو بالبرودوي نتاع الفاريس. والله قبل البرودوي نتاع الفاريس هو توا في تبارك الله حكاو عليه برشا وينجموا يدخلوا على الانستغرام يشوفوا العباد اللي تخلصوا من الدوالي هو ما اسمه اي دوالي وصرتوا وكل عروق الخشين وكل اما انا نحب نعرج على حاجه اللي انا سمعتها راهو مش اللي تسمعوه راهو الكل صحيح انا سمعت مثلا خل التفاح ينحي القشره استعملوه ينحي القشره راهو ثم عباد عندهم الصدفيه كي تعمل الخل التفاح يولي يعمل اغيتاسيون في جلده الراس طبعا راهو يفو فيغ تري اتونسيون انا سمعت وسمعت في الراديو وقلت في الراديو ديجا انا مع اي طبعا مع راديو ميد وكلم توا باش نقولها على خاطر ثم برشا عباد اللي ما يعرفوش اللي هي ثم ماهيش تبريه ثم والخل فيه اسيد يعني فوالا والخل التفاح فيه اسيد معناها اون بو با لوتيليزي على الجلده الكل شوف طبيبك شوف انت حدد شنو اللي عندك بالضبط وبعد تنجم تستعمله انا نفيرم كلامك على خاطر الاسيد ديما يعمل تهيج ويعمل حساسيه دونك ما يمشيش لا مع البشرات الكل ولا مع فروه الراس الكل حتى اللي يعملوا في ريجيم بالخل يعني يحطوا في فما كونسوماسيون موديغي لازمها ياسر هاو خل شنو هاو قهوه هاو سيترو يسمعوا سيرتو يسمعوا في عباد معناها اللي كمان عندهم كلمتهم وعندهم معناها يوليوا ياخذوها بالجده وحاجه اخرى فوالا وحاجه اخرى اللي ثم زيت القذوم يطول ويرطب ويغذي لا راهو زيت القذوم صحيح احنا عندنا في لي برودوي نتاعنا اللي نبتوا شعر واللي طولوا شعر في كيما اللي خديته مدام فيه زيت القذوم اما احنا ما نجمش انا اشاك فوا باش نسمي لي برودوي الكل زيت القذوم في حاله بركه اللي هو كي تبدا عندك دبوزه صغيره هكا في الدار للحرق راهو تري افيكاس دوت سويت ينحيها زيت القذوم اللي اكسيلون بور ليغيتاسيون احنا راهو زيت القذوم موجود في المنتوجات نتاعنا ثم شكون شعر مدروسة ورخيص عمره ما كان رخيص زيت القذوم اي وانتم تحطوه افيك اون كونتيتي موديغي اليجي زاد مخفف في الزيت انا اللي سمعتها قالت راه رخيص ومشيو لشيرت هكا راه رخيص ورا لا راهي ربعيت نتاع زيت القذوم ب 120 دينار ديجا يبيعوا فيها احنا ناخذوا الحبوب نتاع القذوم ونعصروها ونخدموها ومحطوط راه في المنتوجات نتاعنا دونك جو سوي اوبليجي دو لو دير يرجعوا ديما للناس اللي عندهم خبره المنتوجات نتاعنا راه فيهم يعطيك الصحه منيا احنا خلينا نتعدى الاتصال هاتفي اخر نشوف شكون معنا تتصل ولا يتصل على السلامه اهلين على السلامه صحه مرحبا لله شكون معنا معك ام امل جربه مرحبا بكم مرحبا بكل اهالي جربه جزيره الاحلام تحياتنا ليهم قل لي لله شنو استعملت من بموج الطبيعي استعملت البرودوي نتاع مورينجا في طول الصباح اي تقويه المناعه واستعملت لي بوماد نتاع البهاق البهاق اي قداش عندك تستعمل فيه توا البهاق لو تريتمون ثلاث سنين تو ثلاث سنين وبديت هكا ترى في تحسن مدام؟ لا 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 تحسن بالقدا 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 الحمد لله ومازلت حاجه قليله قاعده نكمل من الموصله بدويه هو هذا تعمل. مثلا السر نتاعها انك تكون مواظبه وقعوا صحيت يعطيك الصحه ما بطلت الدواء وقعوا ويرحم بطلت بريود انت المنتوج قصيت عليه بريود المنتوج لا لا ما قصيتش خلاص اي ما عندهاش ثلاثة سنين كاملين خاطر احنا ثلاثة سنين توفى الكور ويوفى نورمالمون بقدرة ربي ما يقعدش جملة دونك ممكن قعدت لهيش تاش صغيرة هي حبت تكمل حسب كلامها سي با تخوا زون خاطر ما عندنا حد توا عنده ثلاثة سنين احنا عندنا عامين ونص اللي بديتوا فيه المنتوج دو توت فاسون ان شاء الله لاباس اي هذاك مبروك عليها النتيجة تعرفني نحب كان الوضوح اي الوضوح اللي به الفايده دونك هذايا المنتوجات نتاعنا الكل موجودين احنا حاليا رانا في معرض صفاقس الدولي اللي احنا موجودين اللي هو بدا من نهار 17 نهار الجمعه بدا اي حتى لنهار 3 جويليه فوالا المنتوجات الكل موجوده افيك اون بون بروموسيون اللي عملنا جديد اللي هو الشمس الالماس هذا اللي هو الويل برونزونت
معناها تعمل لون لون مزيان طيارة على الاخر، واول يظهر لي منتوج اللي هو يخرج افيك دي ديامون مش بالبودغ دور، الكل بالديامون كي تعملوا تبدا كلك هكا اللون مزيان واللون مزيان، وفيه الويل دوليف اوكسجيني مش ما يقعدش مطلفح معناها الزيت مزيت الزيت مزيت راهو ما يزيتش معناها دوبا تعملوا يشرب يتغذى ويدخل تحت لابو ويتغطى ويحزق ميم طو معناها خاطر كي تبدا في الشمس تبدا البو تكشلف صحيح وتتلم، دونك هو اش يعمل هو يضغط يضغط ويحلها يخليها مشحوطه وهي معناها مرتاحه مع البشره. فيديا انت الطانت نتاعك صعيب برونزاج ها نو صعيب بس هذه كانت تبرنزج انت برونزي شيء هكا ناخذ شويه لون ونعاود تولي غزي بيه. ونرجع ما شدش فيها دونك يظهر لي انا يلزمني نستعمل هذا سورتو يستعملوه بالحق هو البيض برشا برشا بيض على خاطر تلقاها البوم نتاعها ما شاء الله تتعمل، اما اللي لونها بني ولا سمراء يولي لون اخر عاد يولي شوكولا مش نورمال يولي لون ياسر حلو. وعندنا نتاع الشعر اللي هو ليكرون بور شوفو و بارفان او ميم طون وريحه البارفان نتاعو جبلي، وثم هذايا معناها كي تمشي للبحر تنجم تنجم تهزم معاك هذونا الزوز وانت مرتاحه في وسط وانت مرتاحه. يعطيك صحة منيا، خلينا ناخذ احنا اتصال هاتفي نشوف شكون معنا. مرحبا. الو عسلامة. عسلامة يا لالا. مرحبا. يعيشك مرحبا بيك ومرحبا مدام منيا. يعيشك. معناها برشا. منين تتصل بينا مدام؟ لاباس، أنا من ولاية نابل. مرحبا بيك ومرحبا بكل ولاية نابل مشاهدينا غادي. قول لي شنو استعملت من بيموغ الطبيعي؟ وطبعا انطباعك. أنا خديت الجام نتاع لونتيتاش، عطاتني نتيجة 3 موا. معناتها تبارك الله عطتني نتيجه هايله في وجهي وتو هيك طبا لاباس في 3 شهور عطتني نتيجه هايله الحمد لله. استحفظ في الصيف لازمك تستحفظ على البشره نتاعك في الصيف بالاكران دو بيموغ تزيد انت تكوفر تكوفري روحك اكثر حمايه، وفما دوتخو برودوي اللي يتمشيو زاد كيف كيف في الصيف. انت مشكوره مدام على اتصالك، ان شاء الله بشفي ليك وان شاء الله بالفرحه يا ربي. موا سي بو راهي تزيد على القليله شهر اخر شهر اخر بروتكسيون بروتكسيون خاطر 3 شهور شويه سورتو داخل علينا الصيف توا. فوالا انا شو قريت المنتوج انا ما يهمنيش في الصيف مش على خاطر سخانه ولا مش تولي وصيفه، هي الي زيت معناها ثم وقت نتاع شمس من 11 الماضي 3 هذيك يفو ليفيتي تو تبارك الله ثم شمس الالماس ثم دي برودوي ناتشوغيل باهيين والكل تنجم تتحافظ على البوم نتاعها و تتبرنزا شمس الله ونستحفظوا على البوم نتاعنا. هي راهي الشمس عندي انا للتعزوز لابو، اما هي راهي فيتامين دي راهو باهيه للبدن. اما ثم اوقات ولا ثم اوقات افيك موديراسيون فوالا صحيتك يفو سيكسبوزي للشمس اوقات معينه الليل وانت قاعده تبدا هكاك الشمس هي حتى الهواء سخون اكزاكتومون والشمس بدا راهي تعزوز لابو معناها تعمل شيخوخه ابعد شويه باش تتاح الشيخوخه. اقعد في الباراسول تنجم تقعد في الميرا كي تبدا قاعده في الميرا تعمل هذا وتعمل برونزاج يفطك تاع الماء اوردينير وانت في وسط الماء. يعطيك الصحه. المنتجات نتاعنا كلهم موجودين في معرض الصفاقس الدولي، موجودين في سوسه في سهلول نهج ياسر عرفات اقامه ملكة بربي ناتيو رقم الهاتف اللي هو هذايا عليه الجو نتاع الجمعه الجايه يعني طلع رقم الهاتف باش تربحوا فيه شمس الالماز اللي هو الويل برونزونت بايتي من عند بيموغ طبيعي افيك البودغ دو ديامون اللي هي حاجه مزيانه برشا. طلعوا رقم الهاتف هاني باش نقولوا تو اخر مره نقولوه اللي هو 99 465 466. اكتبوا رقم الهاتف هذا في كومنتير على باج التاسعه الويكاند والا بيموغ الطبيعي وتدخلوا معنا ان شاء الله في تيراج الجمعه الجايه وتربحوا معنا شمس الالماز الويل برونزونت سيش اللي هي طبعا من عند بيموغ الطبيعي. ميرسي بوكو ليك مدام منيا. كي هنا الفا اتخ في السنتر نتاع المازاسا. مازاسا كل نهار اثنين. كل نهار اثنين تبدا ان شاء الله يا ربي تبدا موجوده. تبدا موجوده معنا في السنتر، دونك اللي يحب على اي حاجه ينجم يتفضل بحذانا. لي برودوي راهم كلهم فاغ معناها تنجم تعمل اللي يحب الكريمه اللي يحب اي حاجه باش يعملها تجي تو دو سويت تخرج مشدوده بقدره ربي. وينجموا يدخلوا على الانستغرام نتاعنا يشوفوا المدام اللي كيفاش وجهها افون يا بخي صدقني في درجين من زمان عملت بون وجهها تعب شويه اما الا بخي توت لا جام نتاع لي غيد صباح وليل دونك الي تخي كونتونت وانا جو سوي كونتونت بوغيل على وجهها عمل افي ليفتون. يعطيك الصحه يعطيك الصحه للناس اللي تحب
تعرف اكثر معلومات على المنتوجات كما قلت لكم باش فيسبوك انستغرام، والا اطلبوا على ارقام الهاتف اللي موجوده اسفل الشاشه، فما فريق كامل يجاوبكم على كل تساؤلاتكم، حتى كان ما هزوش من بعد يرجعوا لك باتصال ويجاوبوكم ان شاء الله بقدره الاله. ميرسي بوكو ليك مدام منيا. احنا عندنا تيراج غدوه باش نعملوه، دونك ابعثوا من توا الغدوه بقيه الناس اللي تحب تعمل لي كومونتير كي تكتبوا لادريسه نتاع سوسه باش تربحوا معنا اللو اللي عطاته مدام منيا الجمعه اللي فاتت. ميرسي ميرسي بوكو ليك مدام. يعيشك. احنا خلينا نرجعوا للفينيش بحذا الشيف فتحي. يا شيف ميرسي بوكو البنات، انا عندي وعدي طولتي حضرت، انا اليوم عملت التورتيا اللي هي اكله اسبانيوريه، هي اومليت اسبانيوريه بالطماطم والبوافرون، ويحطوا فيها سورتو جبونات برشا جبن، وريتكم الطريقه نتاع عاملينها. يلزمها بطاطا في وسطها مهما كان نوع البطاطا، ما كانش ما تكونش تورتيا. انا خيرت نحط فيها بخلاف البطاطا، حطيت لها الخضره وحطيت فيها برشا جبونات، حطيت لها السيسيليان نتاع مرياح، وحطيت لها الفومي خاطر يعطي نكهه نتاع فوماج بالطبيعه، حطيت شويه غرويير ومعاه تخوا فروماج. هذوما الكل خلطتهم بالعظم وطيبتهم في قلايه او ام اس على الوجهين، قلبتها المره الاولى والمره الثانيه باش طابت وتشوفوها كيفاش طايبه مزيانه، معناها الطايبه بالقدا ماهيش ناقصه تياب شيحه ملمومه وطايبه في حقها. مع هذايا عملت لكم السلطه نتاع المقرونه، المقرونه نتاعي ورده انتغرال، اخترتها على القيمه الغذائيه نتاعها، حطيت فيها جبن اللي بالبيمون روج مرياح، وحطيت لها سيسيليا مرياح، وحطيت فيها مايس وزيتون وطماطم، فوحتها بتن الموجه اللي بالزيت زيتونه، ما زدتها حتى شيء. ذاك فاحة البنين كونه التن المتميز هذا يعطيها النكهة متاع زيت زيتونة متاعه، ويعطيها نكهة التن البنينة مع جبونات معهم هما بالطبيعة. عملتها البولو هذايا اللي على لونين، قليل ياسر ونلقاو بولو على لونين، لكن توا ولا يقدوا حاجات هكايا من نوع هذا صدقوني بنين ياسر. دا يخدر شكون نحى قاموره من هنايا ما يسالش، وحنا كي قصوه هكا عملته بالفارينه سبيسيال جاتو ورده. وريتكم الطريقه نتاع الخدمه نتاعو، طاب في كوشه سخنتها 180 درجه، بعد لا طاب قصيته جرار، ومن بعد حطيته يشيح في الكوشه، كي يحطوه يشيح حطوه في درجه حراره 100 يقعد ساعه يشيح في الكوشه، ومن بعد نخرجوه نحطوه في امبلاج بالكدا يقعد يتقرمش هذايا على طول مع جو ولا تاي ولا قهوه ولا سيترونات، هذاك يقعد لكم ليكم انتم الاختيار، مقعد الا باش ضيوفنا يجيو يذوقوا. ونقول لكم الى اللقاء في الويكاند الجاي ان شاء الله مع دبارات جدد وحاجات تبداو تستناو فيهم معنا. بسلامه. ميرسي بوكو شيف فتحي. احنا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم. نعرفش عندك فينيش عندك غوميرسيمون، عندك فينيش عندك غوميرسيمون؟ عندي حتى غوميرسيمون، نحب نسلم على امي وبابا وبنوتي ربي يفضلها لي ونور عينيا وكها. يعطيك الصحه انت على حضور. ايه عايشك فيديا. عندك الغوميرسيمون كالعاده؟ انا كالعاده دونك الغوميرسيمون نتاعي المهام دن، دونك مهام دن موجوده براتيكمون ان بو بارتو. انا نقول لازم تلقاو بوتيك مهام دن قريب لكم، اي سوفي جوست باش تدخلوا على الباج فيسبوك ولا انستغرام هكاك تتعرفوا على الريزو دي بوتيك نتاعها، وتجموا زادة تتعرفوا على الكوليكسيون سامر. حاجه مزيانه مزيانه على الاخر، دي كولور تيسيو هكا صيفي دو لا بون كاليتي، فريمون دو لا بون كاليتي. اعملوا طلع على الباج فيسبوك انستغرام مهام مدن. يعطيك الصحه فادية. انا كيف كيف نحب نعمل غوميرسيمون كبير لديدو، ديدو بيوتي اند سبا بور لا ميزون بوتي، سبيسيالمون سبيسيال ديديكاس الميدو اللي عملني اليوم المكياج. دونك ديدو تلقاوه موجود في العوينه حي الواحات، باج فيسبوك وانستغرام ديدو بيوتي اند سبا. ادخلوا على لي ريزو سوسيو بيان سور باش تعرفوا خدمته، تعرفوا لي بريستاسيون، تعرفوا لي برومو، لي فورفي سورتو بور لي ماري، حمام وغيره وغيره، وحتى لوكاسيون دو روب دو ماري موجودين عنده. رميرسيمون لضيوفنا الكل اللي نورونا وشرفونا اليوم، رميرسيمون للشيف تحيه، لي سبونسور المزودين نتاعنا طبعا، وشكر خاص لكم انتم في برنامج الويكاند بما كنتوا. يعطيكم الصحة على حسن المتابعة، يعطيكم الصحة على المشاركة، يعطيكم الصحة على لي ميساج ولي كومونتير اللي تخلونا فيهم كوكسوا على باج الويكاند والا على باج التاسعة. ان شاء الله احنا ملتقانا يتجدد بكم غدوة ان شاء الله في موعد جديد. ملتقانا، باي باي، غدوة ان شاء الله.
المرياح علاش ليه؟ سيكا هي العمارة وبسرها تزهينا. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حضرناه سلا سلا، محضر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحبة. سمحت شيف مسهل هالبنة. كي تقول أوتيل بأفضل الأسعار تقول libertevoyage.com. تحب تعرس مع ليكين بنتر موبل أسعار وموديلات تكذب العينومارات.